المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي. نستعرض فيه أهم وأبرز الأخبار والموضوعات الاقتصادية على الساحتين المحلية والإقليمية، ونبدأ بالعناوين الرئيسة. وفيها الطاقة تدرس الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميا، مواطنون يقلقون الطريق احتجاجا على تأخر الغاز، والوزارة توقف التوزيع بالميادين، مساعنا لإنجاح حصاد القمح بالولاية الشمالية، لجان لمعالجة مشاكل التعدين الأهلي بالشمالية وجنوب دارفور. بكم. أقلق عشرات من المواطنين اليوم السبت طريق المستودعات الحيوية بالكلاكلا شرق احتجاجا على تأخر وصول الغاز إلى الميادين العامة لأكثر من 3 أيام. وأفاد شهود عيان لبج نيوز بأن المواطنين انتظروا وصول الغاز لأكثر من 3 أيام دون أن يصل، ما دفعهم اليوم إلى إقلاق الطريق المجاور لأحد الميادين المحددة لبيع الغاز لأكثر من ساعة، مما أدى لتعطيل حركة الشاحنات والمركبات. اتفقت وزارة الري والموارد المائية مع والي ولاية سنار على أهمية التعاون والتنسيق لإنجاح مشاريع حصاد المياه ومشاريع الأيلولة الزراعية. وأعلن وزير الري بروفيسور ياسر عباس لدى لقائه والي سنار اللواء محمد عثمان محمد إبراهيم بمكتبه بسنجة التزام وزارته بتقديم الدعم الفني للولاية مجانا في مجال المياه والري، وأكد التزام وزارته بحفر 6 آبار بالولاية. أصدر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردل قراراً بتشكيل لجنة لمواصلة الجهود القومية والولاية لحل المشكلة المتعلقة بمواقع التعدين بالولاية الشمالية، كما أصدر أردل قراراً آخر بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا التعدين بمحلية الردوم وولاية جنوب دارفور وإيجاد الطريقة المثلى لحل مشكلة الاعتصام تمهيداً للنهوض بقطاع المعادن. أصدرت وزارة الطاقة والتعدين موجهات بمضاعفة الكميات وإلزام الشركات بتعبئة كل أشكال الإسطوانات دون تقييد أي شركة بإسطوانتها لتغطية حوجة المواطن في شهر رمضان المعظم. ووزعت الوزارة أكثر من 42,000 إسطوانة خلال 3 أيام بالميادين بإشراف مباشر من لجان الخدمات والتغيير بالمحليات والأحياء. برأت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم لجان التغيير والخدمات من مسؤولية تأخير تسليم السكر للمواطنين، وأرجعت الوزارة في بيان لها السبب لعدم توفر الجازولين واعتذار أصحاب الشاحنات عن الدخول في التزامات الترحيل. وطمأنت الوزارة كافة مواطني ولاية الخرطوم إلى أنها ستعمل لتوفير كافة الحصص المطلوبة خلال أقرب فرصة ممكنة، وذلك بالتنسيق مع كافة لجان التغيير والخدمات بكافة أحياء الولاية. اطلع والي الولاية الشمالية اطلع والي ولاية الشمالية المكلف لواء ركن محمد الحسن السعوري على سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية، وأكد لدى اجتماعه بأعضاء غرفة الطوارئ متابعة عمليات الحصاد مواصلة جهود حكومة الولاية لتوفير الحاصدات الكافية بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات خارج الولاية بجانب تأمين الجازولين الزراعي والخيش عبر البنك الزراعي. كشفت مصادر مطلعة عن عودة الفريق الذي ابتعثته الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة والتعدين إلى ولاية شمال دارفور لاستلام مربع جبل عامر من شركة الجنيد إلى الخرطوم بعد إنجاز مهمته. وكشفت المصادر أن شركة الجنيد التي كانت تمتلك المربع وتنازلت عنه للحكومة قامت بحفر أكثر من 200 أو 2700 متر لأخذ العينات لمعرفة احتياط الذهب بالمربع إلى جانب حفرها أكثر من 21 بئر. أكد
أكد مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول مرغن إدريس وضع كل إمكانيات المنظومة في التصدي لوباء كورونا، وأمن على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للاستفادة من الإمكانيات المتاحة. وزار وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم علي التوم وعدد من القيادات من وزارات ووحدات مختلفة مقر المنظومة في إطار التنسيق لمجابهة الوباء. كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتور سليمان حامد عن ترتيبات تعكف عليها وزارته للاستفادة من التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا بسبب كورونا والتي خفضت مشترياته. وقال حامد لصحيفة السودان الإلكترونية اليوم السبت أن الوزارة عقدت اجتماعا مع مدير الإدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية لدراسة سبل الاستفادة من انخفاض أسعار الخام وتوفير المشتقات النفطية. لمزيد من التوضيح معنا عبر الهاتف دكتور سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط، مرحبا بك. وبداية، ما هو موقف مخزونات الجازولين والبنزين؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لك وللجميع مستمعي ومشاهدي قناة السودانية 24، والتهنية لكل أفراد الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم، والتهنية كذلك بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، والدعوات إنه ربنا يحفظ كل أبناء وبنات الشعب السوداني، ربنا يحفظهم من وباء الكورونا داخل وخارج السودان، كل أبناء وبنات الشعب السوداني بالداخل وبالخارج، ربنا يحفظهم إن شاء الله جميعا. أمين. بخصوص في البداية طبعا الاسم حامد سليمان. بخصوص الموقف الإمدادات، الموقف المخزون بتاع المشتقات البترولية، المشتقات البترولية أحب أطمن الجميع بأنه الموقف بتاع المخزون الذي تمتلكه الوزارة الموجود عند الوزارة وعند الشركات هو موقف مطمئن جدا. في عدد من السفن ومن البواخر الآن الراسية، فرغنا انتهينا ولمس من تفريغ شحنة أو باخرة من الجازولين لمقابلة كل الاحتياج للموسم، الاستعدادات للموسم الصيفي. وأحب أؤكد أنه بجانب المخزون وبجانب السفن التي ترسو، احب اكد انه مصفات الخرطوم تعمل برضه بصوره طبيعيه وامدادها مستقر، وهو يغطي جزء كبير من احتياجات البلاد. وطوال الفتره اللي فاتت احب اكد انه امدادنا للموسم الزراعي وللكهرباء لم ينقص ولا لتر واحد. كنا محافظين انه رغم كل الفترات اللي مرينا بها كان في شح في الامداد، لكن حافظنا على الامداد الكامل للحصص بتاعت الزراعه والري والكهرباء والنقل. لكن دكتور، يعني لماذا تفاقمت طوابير السيارات امام محطات الخدمه بالشكل الحالي؟ الموضوع ده حقيقه يعني معقد وممكن عنده عده اسباب. السبب الاول انه الدوله في البدايه اعلنت انه في حظر. الحظر ده احنا فهمنا انه هو حيكون حظر للحركه، ما حيكون في عربات اساسا حتتحرك. حيكون المواطنين بيتحركوا داخل الاحياء لغطاء يعني توفير احتياجاتهم الضروريه. بناء عليه احنا عملنا ترتيبات انه يكون في 9 محطات فقط في ولايه الخرطوم هي اللي بتشتغل. 3 في مدرمان، و3 في البحري، و3 في الخرطوم. دي لمقابله احتياج الناس اللي عندهم تصاريح، الكوادر الطبيه، الاعلاميين، الناس اللي شغالين في الكهرباء، شغالين في الوقود، الناس اللي عندهم تصاريح وضروره حركتهم. فقلنا 9 محطات كافيه جدا جدا. نعم. فوجئنا بانه ما في حظر، انه ما في التزام بالحظر، والدوله ما قدرت يعني ما تم فرض الحظر بالصوره المطلوبه، والمواطنين كسروا الحاجه دي، وقلنا انه كل الطرمبات فيها اصطفاف وفيها طوابير. نعم. العاملين في الطرمبات ما كان عندهم تصاريح بتاعت حركه. ففي معظم عشان قدرنا عشان نتعامل مع الموضوع ده ونقدر نوفر تصاريح لجزء كبير من العاملين انه يقدروا يتحركوا ويقطعوا عبر الجسور من مدينه لمدينه، المساله دي برضه استغرقت وقت. ويعني تفاعلنا بسرعه لانه بقى في اصطفاف وبقى في طوابير، وكان نعم. لابد من انه نتعامل معها رغم انه في حظر، لكن اضطرينا نتعامل معها. توفرنا او ساعدنا في اصدار تصاريح لعدد كبير من العاملين بمحطات الوقود.
الفتره بتاعت الامداد هي في الاخر فتره محدوده، حتى لو الزول شغال بتصريح هي فتره محدوده. نعم. وزعنا وغود عدد كبير جدا من المحطات، لكن الحاله بتاعت الهلع على اصابه الناس خلت يكون في اكتظاظ وفي تدافع. نعم. في تجاوزات كثيره من الافراد. اذا دكتور تتحدث عن وجود امدادات لكن هنالك يعني حالات للهلع من الناس، الان ما هي الحلول الجديده التي تطرحها وزاره الطاقه والتعدين لتخفيف هذا التكدس في محطات الخدمه؟ طيب انا احب اكد انه المساله المفتاحيه في التوزيع وضمان انسياب المواد البتروليه يعني بسهوله ويعني بسلاسه انه هو يكون في يعني ضبط الرغابه، الرغابه هي الحل المفتاحي. الرغابه الان قد تكون منعدمه، ما في رغابه، الجهات الرغابيه المفترض تنظم هي بالعكس، في نلقى انه في تجاوزات كثيره من كثير من منسوبي القوات النظاميه. في كثير من المحطات تلقى المحطه بتشتغل 10 دقائق وبتقفل لها نص ساعه لانه بتحصل مشكله، بيجي زول راجع بالخلف، في تجاوزات، انا ما بقول يعني بقول افراد، تجاوزات بتاعت افراد. وفي بعض الحالات المثل دي يعني لاحظنا انها بقت متكرره بالصوره التكاد تكون ممنهجه يعني. وده بيدعو لانه نحن لابد يكون في تنسيق ولابد يكون في يد قويه في الرغابه من الدوله. فما انا بقول انه المساله المفتاحيه في توزيع المواد البتروليه هي الرغابه، فرض مزيد من الرغابه وفرض يعني يد الدوله لازم تكون قويه في فرض الاجراءات والتدابير وفرض المنع وكل الاجراءات دي لابد انها تتم بصوره واضحه وبصوره قويه. بالمراقبة والمتابعة. نعم يعني دكتور، رغما عن توجه الدولة عمليا نحو رفع الدعم عن الوقود في معظم محطات الخدمة إلى أن الأزمة الآن ما زالت ماثلة، يعني بجانب الرقابة التي تحدثت عنها أين الخلل؟ بجانب الرغابة، أنا طبعا دايرة تقول إنه الرغابة دي والضوابط دي في مشاكل، دي في حلول، يعني اللي أنا بتكلم عنه ده الحلول الآنية، الحلول على المدى القريب، لكن على المدى البعيد احنا شغالين في حلول معالجات اخرى. معالجات اللي شغالين فيها على المدى البعيد اللي هو تطبيق الكرت، تطبيق الحلول الالكترونيه، الكرت الذكي اللي احنا بدينا في تطبيقه، زي الكرت بتاع الكهرباء. اللي هو ده بنظم انه المواطن بيحصل على كوتا محدده من مكان محدد لوقود محدد. دي بتنظم وبتخلي كل زول مطمئن ان حصته موجوده وبيقدر يحصل عليها بامن وبسلام من غير تدافع من الكرت، زول يكون عنده كرت وبيحصل به على الكميه بتاعته. زي الكرت مساعد بتاع الكهرباء. بعد كده مسألة الدعم دي مسألة بتاعت قرار مجتمعي، ده قرار بتاع الدولة مع كل مكونات المجتمع الأخرى. حتى الآن لم يتم التوصل فيها لغاية، لكن نحن التوجيه اللي عندنا حاليا إن نحن الكميات على الأقل المستوردة نتعامل فيها بصفة تجارية، وده اللي احنا شغالين في تطبيقه. نعم. المنتج محليا من المصفى ده قاعدين نتعامل معاه بصورة خدمية، بتوزع خدمي بالسعر العادي الخدمي، الأسعار الموجودة القديمة. نعم. اللي هي 6 جنيه و17 قرش للتر بتاع البنزين و4 جنيه و11 قرش للتر بتاع الجاز. لكن البنزين مستورد من برا اللي هو الدوله بتدفع عليه عمله صعبه، ده بنبيعه تجاري، وحتى تجاري دي لما بنبيع اللتر ب 23 الجاز و28 البنزين، هو رغم ذلك مدعوم، هو رغم ذلك ده مش السعر الحقيقي. يمكن في اليومين دي لانه في انخفاض كبير في اسعار البترول، يمكن اليومين دي هو يكون يعني مقارب للسعر العالمي، لكن لحد الشهر اللي فات 23 جنيه و28 جنيه هي كانت نص السعر العالمي. نعم، شكرا دكتور حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والتعدين، شكرا لك. في ذات السياق، كشف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية المشتركة ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء. جاء ذلك لدى زيارته اليوم إلى مستودعات الشجرة متفقدا أعمال تعبئة الغاز، معلنا عن إيقاف التوزيع بالميادين تجنبا لازدحام المواطنين والتماشي مع الإجراءات الصحية للحد من وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى تكوين لجنة طوارئ من وزارة الطاقة والتعدين والقوات النظامية. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أيمن أبو الجوخ، رئيس لجنة الطوارئ لتوزيع ورقابة غاز الطبخ بوزارة الطاقة والتعدين. أهلا بك أستاذ أيمن أو مهندس أيمن. ما زالت أزمة غاز الطبخ تراوح مكانها منذ شهور رغما عن الإعلان مرارا عن السيطرة عليها، أين المشكلة؟
اهلا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحب بكم ومرحب بالساده المشاهدين جميعا، رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير، واتمنى للشعب السوداني جميعا ان يعيد عليهم بالخير واليمن والبركات، وان يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ جميع السودانيين ان شاء الله. كنت قد سالت يعني ما زالت ازمه الطبخ باشمهندس ايمن تراوح مكانها، وهي منذ شهور يعني مرارا وتكرارا تتحدثون عن السيطرة عليها، لكن أين المشكلة؟ طيب، مشكلة الغاز تتلخص في الآتي. أولا، وفرة الغاز، الإنتاج الغاز بيعتمد على حاجتين، إنتاج المصفى والاستيراد من الخارج. نعم. إنتاج المصفى بيكفي حوالي 55% من الاستهلاك، اللي هي مصر بتنتج حوالي 750 الى 800 طن من غاز الطعام في اليوم. واستهلاك السودان عموما حوالي 1500 طن، وبالتالي بيكون في عجز في غاز الطعام. طيب، اما هذا العجز ظاهر اكثر في الولايات، المفترض يكون في الولايات، لكن كميه ولايه الخرطوم ما المفروض يكون فيها عجز، لانه الكميه بتوزع من المصفى هي بتوزع داخل ولايه الخرطوم، والولايات كانت بتاخذ من الاستيراد الخارجي عبر بورسودان، وكان في تاخر في الاستيراد من الخارج لغاز الطعام لفتره، وبالتالي خلقت هذا العجز، وبالتالي في كميات من تل الخرطوم تسرب الى الولايات وحصلت عملت عجز في الخرطوم. التسريب فيه مشكله بتاعت الرقابه، وكان يتم التوزيع عن طريق الوكلاء، وكان فيه مشكله في الرقابه ادت الى نقص كميات الخرطوم والتزايد في الاسعار بواسطه وكلاء الغاز. نعم. دعنا نسالك يعني بعد ان تحدثت عن هذه الامدادات الان، لكن سؤال، هل هناك شح في الغاز ام هناك مشاكل اخرى تتصل بالرقابه والتوزيع واللوجستيك؟ الاثنين موجودات. الشح موجود، لكن لا يفترض انه يؤثر على توزيع ولايه الخرطوم، لانه توزيع ولايه الخرطوم 800 طن بيوزع منها جزء للولايات بنسبه للظرف عدم الاستيراد، هو بيتم عن طريق وزاره الماليه، وبالتالي في جزء بقى يمشي للولايات، وفي 250 طن يوميا بتوزع للمخابز عشان ما يتضرر انتاج الخبز، وفي 100 طن بتوزع للولايات، وفي 400 الى 450 بتوزع داخل ولايه الخرطوم، وهي كافيه لاستهلاك ولايه الخرطوم، لانها هي تعادل حوالي من 32,000 الى 40,000 اسطوانه في اليوم. تتحدث عنها كافيه، لكن كافية هناك شح وتجمعات في الميادين. الان شكلتم لجنه مشتركه ضمت الاجهزه النظاميه ولجان التغيير. دعنا نسالك يعني هل بامكان هذه اللجنة أن توقف هذه التجمعات في الميادين؟ إن شاء الله. إحنا أصلاً بدأت منذ أيام الأزمة بدأت تقل شوية، لأنه بدينا نوزع عن طريق لجان الأحياء، وبدينا كلام قبل 4-5 أيام في توزيع عن طريق لجان الأحياء في الحي، وعملوا حصر لاحتياجات الأحياء، وعشان نضمن إنه الإنتاج يمشي مباشرة، ما يكون فيه تجارة وما يكون فيه تسريب أو فيه تحريب، ويمشي مباشرة للمواطن بقوائم تم توزيعها لجان التغيير والخدمات في الأحياء. نعم. ووصلت الخطة بتاعتنا كان نغطي كل يوم الإنتاج كله يذهب إلى مدينة، وبدينا بمدينة أم درمان أساسا نمشي لها 30,000 أسطوانة في اليوم بحد أدنى ممكن تزيد، واليوم اللي بعديه بحري، واليوم اللي بعديه هو أم درمان خرطوم، وفعلا بدينا، لكن حصلت إعاقات تسبب فيها جزء من الوكلاء سحبوا الاسطوانات الفارغه، لكن برضه يعني في اعاقات في جهات بتحاول تعيق، لكن كلها كانت قدر عليها الشباب اللي جانا الاحياء قدروا يشيلوا اسطواناتهم ويمشوا، عملنا لهم تصريحات لدخولهم توزيعها الى البيوت. نعم، الى المواطنين في اماكنهم. لكن باشمهندس ايمن، دعنا نسالك يعني الان تراجعت الحكومه عن توزيع الغاز بالميادين، ما هو البديل لهذا الإجراء؟ هل العودة للوكلاء من جديد؟ وهل ستقودنا إلى الشح والندرة مرة أخرى؟ طيب،
رجع الوكلاء وطلبوا اجتماع معنا في الوزارة، وتم الاتفاق معهم على نفس طريقة التوزيع عن طريق الوكلاء، ولكن التوزيع في الأحياء عن طريق لجان التغيير والخدمات. يعني بقت شراكة، تمت وضع شروط واتفاق إن الوكلاء بيفيدونا بتوفير الاسطوانات الفارغة والترحيل، وده بخفف العبء على لجان الأحياء عشان ما يشيلوا الاسطوانات ويمشوا المستودعات ويقعدوا فترات طويلة. وبالتالي قدموا الوكلاء مخترق وطلبوا اجتماع وقالوا مستعدين نتعاون ونساعد في حل الأزمة الحالية. أخيرا باشمهندس أيمن أبو الجوخ، دعنا نسألك، يعني ما هو موقف إمدادات الغاز، وهل هناك مخزون كافي لسد هذه الفجوة التي نتجت خلال الفترات الماضية؟ باختصار، يعني متى تتلاشى صفوف وتجمعات الباحثين عن الغاز في الأحياء والمدن والولايات أيضا؟ أنا بالنسبة لولاية الخرطوم متوقع في خلال أسبوع أو 8 أيام تكون تحل الإشكال بالخطة اللي ماشيين فيها. بالآتي إذا استمرت الرقابة بالقوى المشتركة حسب لجنة الطوارئ، إذا الرقابة بواسطة القوى المشتركة من دعم السريع واستخبارات الجيش والأمن الاقتصادي والشرطة ومباحث التموين، دي رقابة من المستودع إلى الأحياء وحتى في التوزيع بتاعه. ولكن الحل الجذري دخول باخرة الآن، نحن موعودون بباخرة 12,000 طن موجودة في البحر في حدود الميناء بورسودان. إذا دخلت هذه الباخرة بتكفينا الاحتياج لفترة طويلة وما بكون في أي إشكال تماما، لكن في ظل نحن بندير في الأزمة بالموجود من إنتاج المصفى، وقادرين برغم الإنتاج إنه يكفي فقط 55%، لكن استهلاك هذا الطعام الأسطوانة تكفي لمدة شهر للأسرة المتوسطة، وقد تكفي 3 أسابيع للأسرة الكبيرة. فبالتالي إحنا إذا وفرنا، ونحن كان غرضنا نوفر قبل دخول رمضان احتياج المواطنين جميعا، والآن إحنا غطينا جزء كبير بفكرة التوزيع عبر لجان الأحياء، وأنا متوقع خلال أسبوع أو 10 يوم نكون غطينا ولاية الخرطوم ونبدأ نزيد كميات الولايات في حالة عدم دخول باخرة. نتمنى ذلك. نعم شكرا. نعم نتمنى ذلك. شكرا المهندس أيمن أبو الجوخ رئيس لجنة الطوارئ لتوزيع ورقابة الغاز الطبخ بوزارة الطاقة والتعدين، شكرا لك. إذن مشاهدينا، ختام الحدث الاقتصادي وعودة من جديد إلى الزميل مصطفى الزوام. شكرا الزميلة رويدة، شكرا جزيلا لك. الآن مباشرة بعد ختام الحدث الاقتصادي أنتقل بكم مباشرة إلى دائرة الحدث، وسيكون معكم الزميل راشد نباء لمناقشة أبرز المتابعات والقضايا في دائرة الحدث. مرحبا راشد، رمضان كريم عليك. مرحبا بك مصطفى، مرحبا رويدة، رمضان كريم عليكما ورمضان كريم على كل المشاهدين والمتابعين لهذه التغطية من أحداث اليوم التي تأتيكم طيلة شهر رمضان المعظم بمشيئة الله على قناة السودانية 24. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء المخصص للحوار من هذه الفترة الإخبارية دائرة الحدث، ولكن بعد الفاصل.